طبيعي. انا كنت بشرح النهارده ايه قواعد التقريب. تمام يا شباب، كنت بشرح ايه قواعد التقريب. ظهر قدامكم كده، ايوه يا مس، فكنت بقول عندي حاجتين. عندي حاجة اسمها تقريب عن طريق نقطة، لا ثانية مش هينفع كده، ينفع تكتبهم وانا بكتب. انا ما كتبتش، انا اصلا بعيدة. مين اللي كان بيكتب ده؟ ثانية أنا شايل. طيب كنت بقول إيه؟ إن أنا عندي حاجتين، نقطة المنتصف وعندي إيه؟ القيمة عندك عن طريق القيمة المكانية. طيب أول حاجة نقطة المنتصف، كنت بقول نقطة المنتصف دي محتاجة أعرف حاجتين، أصغر نقطة، أكبر نقطة، ونقطة المنتصف. طب أجيبها إزاي؟ بجيبها إزاي نقطة المنتصف؟ أنا كنت بقول يا شباب إن إحنا نقطة المنتصف دي أو التقريب ده، يعني إيه تقريب؟ أنا بودي الرقم لأقرب رقم صحيح، أو أقرب رقم أو أقرب قيمة هو عايزها. يعني مثلا لو قال لي 183 لأقرب 10، فهنا العشرات هنا فيها 80، فال83 أقرب لل80 ولا أقرب للي بعدها على طول هي 90؟ أكيد هتنزل، يعني أسهل لي إن أنا أنزل 3 اللي طبعا. مات ولا أطلع 7. لا، المسافة انزل أقرب ثلاثة لي، من أمشي 3 ولا أمشي 7؟ أمشي 3 يمين أو شمال مش هتفرق. يبقى الأسهل لي بروح للأقرب. يعني أنا دلوقتي كنت بدي مثال لحفصة، إن أنا دلوقتي لو أنا قاعدة في الدور الأول ومثلا حفصة قاعدة في الدور التاني وانا بيني وبينها 10 سلمات، انا دلوقتي مالي عطشانة عايزة اشرب وطلعت سلمتين، فاسهل لي ان انا انزل شقتي اشرب ولا اطلع 8 سلمات لحفصة علشان اشرب من عندها؟ ايه الاقرب؟ لا، دي شقتك تشربي. اشرب من شقتي عشان هنزل سلمتين بس، لكن انا اطلع 8 سلمات، طب ما انا عطشانة، انا اقرب لي ايه؟ انزل شقتي. هي دي الفكرة من التقريب. تمام. تمام. طب يعني ايه نقطة المنتصف؟ يعني الحاجة اللي بتقسم الموضوع ده نصين، يعني الحاجة اللي بتقسم لي الرقم نصين. يعني مثلا 5 نص ال10 صح، 50 نص ال100، 500 نص ال1000، وهكذا. فلو قال لي مثلا لأقرب 10، فأنا بتكلم في ايه؟ في 5 نص ال10 5. طب لو قال لي لأقرب 100، فأنا بتكلم في 50 نص ال100 50. لو قال لي أقرب قصدي نص، لو قال لي الأقرب 1000، فأنا نص ال1000 500. تمام. طب برضو مش فاهمين، عايزين نفهم احنا هنعمل الصوت ايه. بيقطع يا مس. طب كده كويس، ثانية واحدة ايوه كده كويس، خلاص. كده كويس. طيب ايوه يا مس. تمام. فكنت بقول ايه، مثلا لو قال لي 183، المثال اللي احنا كنا واخدين، لو قال لي الأقرب 100، بعمل ايه؟ أول حاجة بدور عليها، بقول الأقرب 100، هي خانة المئات فيها ايه؟ هبص خانة المئات هنا فيها 1، يعني هيطلع من المئات بكام؟ ب100. يبقى دي أصغر نقطة عندي، ال100. لو عايز أجيب أكبر نقطة هزود على الواحد ده 1، يعني الواحد اللي في خانة المئات هزود عليه 1 يبقى 2، يبقى كده في خانة المئات 2، الاتنين هتطلع من خانة المئات بكام؟ ب200. طب عايزة اجيب نقطة المنتصف، يا اعمل ايه؟ اي اسهل حاجة، اول صفر بعد الرقم حطه 5، شيله حطه 5، وكل اللي قبله زي ما هو واللي بعده زي ما هو. 150 يبقى 150، يبقى اصغر رقم 100، اكبر رقم 200، نقطة المنتصف 150. طب وبعدين يا مس؟ شوف الخمسة اللي احنا كتبناها دي
قارنها باللي قصادها بالظبط. الخمسة دي فين في العشرات؟ العشرات عندي فيها ايه؟ فيها تمانية. هشوف مين اكبر، الخمسة ولا التمانية؟ تمانية اكبر، ثمانية يبقى احط التمانية حطها فوق فوق الخمسة، الصغيرة خالص. يبقى المية تلاتة وتمانين احطها فوق هنا. بقى هنا بقى نص المسافة اقرب لي اطلع للميتين ولا انزل للمية؟ لا أعرف المتين. للميتين. يبقى المية تلاتة وتمانين لأقرب مية هي ايه؟ ميتين. طيب عايزة أقول لأقرب عشرة، لو مديني مثال لأقرب عشرة حاجة. بص أمسح بقى دول، ما دول بقى مش نقطة المنتصف ولا أصغر نقطة وأكبر نقطة. حاجة بص، هو فين العشرات؟ بيقول لي لأقرب عشرة، هبص على خانة العشرات. العشرات فيها ايه؟ فيها تمانية بس، اه هحطها زي ما هي. اللي قبلها صفر، الأرقام اللي قبلها صفر، واللي بعدها زي ما هو. يبقى اللي قبل الثمانية قبل الرقم اللي أنا بقربه هحط اللي قبلها كل الصفار، اللي بعدها هحطه زي ما هو. لو فرضنا إن هي دي 2180 أو 2183، فاللي قبلها هحطه صفر، واللي بعدها الواحد وعشرين دول، الواحد والاتنين دول هحطهم زي ما هو. هتبقى 190. اه تبقى دي هتبقى ايه؟ 180. طب عايزة اجيب اكبر قيمة. هو انا بتكلم فين في العشرات؟ 190 العشرات فيها 8، اسمعوني، العشرات فيها 8، هزود على 8 واحد تبقى كام؟ 9. 190 اه يبقى 9 فين؟ ثانية واحدة، القلم اللي قبلها صفر واللي بعدها زي ما هو. طب عايزة اجيب نقطة المنتصف، هبص الرقم الصفر اول صفر بعد الرقم اللي بحله احط مكانه 5. بقت ايه؟ هنا 5، الصفر دي مكانه 5، والثمانية والواحد زي ما هو. وبعدين أقارن بين الخمسة اللي أنا حطيتها دي وبين الرقم اللي قصادها، اللي قصادها 3، مين أكبر، الخمسة ولا التلاتة؟ خمسة الخمسة. خمسة يبقى 183 دي هتتحط تحت 185. هنا بقى 183 أسهل لها تنزل ل 180 ولا تطلع ل 190؟ لا للمية ومية واتنين 180. المية وتمانين، برافو عليك، يبقى أسهل لي أنزل المية وتمانين. يبقى المية تلاتة وتمانين دي لأقرب عشرة هي 180. بعمل علامة التقريب ازاي؟ علامتين كده فوق بعض وأكتب 180. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت مش عارف السلام أدخل لغة ورحمة الله الحصة. وبركاته. معلش أنا عارفة إن في مشكلة حصلت النهاردة، مش مشكلة. تمام يا شباب. تمام. طب ده نقطة المنتصف، عايزة أشرح لأقرب قيمة مكانية. قال لي بص بقى، أنت عندك حاجتين، عندك شوية أرقام كده كريمة وشوية أرقام بخيلة. شوية أرقام كريمة، خليك فاكرين 183 دي عشان هنجيبها تاني. شوية أرقام تمام. كريمة وشوية أرقام بخيلة. إيه الكريمة وإيه البخيلة؟ إيه الكريمة أهي وإيه البخيلة. معلش عذرا عشان بس التابلت فيه مشكلة مش عارفة أدخل منه، فعذرا على الخط يعني من الموبايل. تمام. طيب الكريمة الأرقام الكريمة دي بس الخمسة والستة والسبعة والثمانية والتاسعة، دي أرقام كريمة. يعني إيه كريمة؟ هنشوف دلوقتي. طب إيه الأرقام البخيلة يا مس؟ الصفر، الواحد، الاتنين، التلاتة، الأربعة. يبقى الأرقام البخيلة الصفر، الواحد، الاتنين، التلاتة، الأربعة. بيسموها بخيلة بخيلة وبيسموها فقيرة، اللي يريح اختاروا. تمام. طيب والكريمة بيسموها كريمة وبيسموها غنية، عكس الفقيرة غنية، اللي يريحكوا برضو اختاروا. تمام. طيب تمام يعني ايه كريمة تمام ويعني ايه بخيلة؟ كريمة كده من الآخر هتدي حاجة، صح؟ مش الكريم بيدي؟ اي أي اه كريمة يعني هتزود الرقم اللي بعدها واحد. طب البخيلة مش هتزوده حاجة، تسيبه زي ما هو. فاكرين الآحاد وفاكرين العشرات؟ لما كنا بنقول آحاد بخيلة ما بتديش لحد حاجة، والعشرات كريمة بتدي صفر هدية، هنا بقى بتزود اي واحد هدية. الأرقام الكريمة هنا بتزود واحد هدية، بتزود واحد على الرقم اللي أنا عاملاه. طب ازاي يا مس؟ تعالوا نشوف كده. انتوا افتكروا ال 183 كويس، ادي ال 183 كنا عاملينها مرة، الأقرب 100 والتانية الأقرب 10. تعالي نشوف كده احنا هنحلها ازاي بقى.
لأقرب 100 الأول. حاجة بص هدور على خانة المئات، فين المية؟ واحد، يبقى خانة المئات فيها واحد. هبص على الرقم اللي قبلها على طول، اللي قبلها على طول 8 يا مس. طب التمانية دي يا مس تبع الكريمة ولا البخيلة؟ أنا لسه كاتباها فوق، دي تبع الكريمة. أي رقم أكبر من خمسة، خمسة أو أكبر، دي تبع الكريمة أو الإيه، الغنية. يعني معنى كده إن الأرقام، إن الرقم 8 ده هتدي للرقم اللي في المئات واحد، بدل ما هو واحد أزود عليه واحد تبقى 2. طب وبعدين يا مس كل اللي قبلها صفر. طب لو كان في حاجة بعدها يا مس بحطها زي ما هي. بقت ال 183 لأقرب 100 هي إيه؟ 200. مش في نقطة المنتصف 183، لما جيت أقربها لأقرب 100 طلعت 200 برضو. فاكرين ولا لأ؟ أه. طب تعالوا نشوف بنفس الطريقة، يعني معنى كده الطرق مختلفة بس نتيجة واحدة. تعالوا نشوف بنفس الطريقة، هيطلع لي برضو إن ال 183 لأقرب 10 نفس الناتج اللي طلع معايا وأنا بعمل نقطة المنتصف ولا لأ؟ تعالى شوف. أنا بيقول لي هنا إيه؟ لأقرب 10، فين العشرات؟ أه العشرات فيها 8 يا مس. هقف عندها وأشوف اللي قبلها إيه؟ 3. 3 دي كريمة ولا بخيلة؟ لأ بخيلة، يبقى التمانية هتفضل زي ما هي. وبعدين اللي قبلها صفار، اللي بعدها زي ما هو. قبلها في كام رقم؟ رقم واحد، يبقى احط صفر. بعدها في كام؟ في واحد، احط. طب لو كان في اتنين تلاتة اربعة هحطهم زي ما هم. يبقى هنا المية تلاتة وتمانين لأقرب عشرة وصلت للمية وتمانين. مش هنا في نقطة المنتصف لسه حلها برضه، طلعت 180 لأقرب عشرة صح؟ يبقى أنا عندي طريقتين، نقطة المنتصف وإيه، والقيمة المكانية اللي هي فيها أرقام بخيلة وأرقام كريمة. الأسهل لينا وإحنا بنحل اختاروا. قدامكم طريقتين، لما يجي يقرب لي بعمل إيه؟ بحل بيه. أختار نقطة المنتصف أسهل لي، أنا حر أختار القيمة المكانية، أنا حر. إلا لو هو في المسألة قال لي إيه؟ أحلها بنقطة المنتصف، أحلها بالقيمة المكانية، زي الأسئلة بتاعت سلاح التنين دلوقتي هنشوفها لما نيجي نفتح الكتاب. هيقول لي حلها إيه؟ بالقيمة المكانية أو حلها بنقطة المنتصف. طالما هو اللي قال لي حلها بالطريقه دي احلها بنفس الطريقه اللي هو عايزاها لي، ما احلش بمزاجي. لكن لو قال لي قرب وسكت انا بمرحب براحتي بقى، استخدم اي صيغه براحتي. تمام؟ تمام. نفس الدخول، انا عايز حاجتين، عندي قيمه مكانيه وعندي نقطه المنتصف. نقطه المنتصف بختار بجيب 3 قيم، اصغر قيمه واكبر قيمه وايه، ونقطه المنتصف. وبعدين بقارن الرقم اللي طلعته بنقطة المنتصف، لو أكبر من نقطة المنتصف هيطلع للكبير، لو أصغر من نقطة المنتصف هينزل للصغير. طب القيمة المكانية عندي 4 أرقام كريمة، 5 أرقام كريمة وخمس أرقام بخيلة، 5 6 7 8 9 كريمة، 0 1 2 3 4 بخيلة. يبقى تاني 5 6 7 8 9 كريمة، 0 1 2 3 4 بخيلة. بخيل. هبص على المكان اللي هو عايزني اقربه، بيقول لي اقرب 10 ابص على خانة العشرات، اقرب 100 ابص على خانة المئات، اقرب 1000 ابص على خانة الالاف. تمام؟ نقطة المنتصف عايز اجيب لاقرب 100، يبقى هاجي ابص على المئات واحط اللي قبلها صفر واللي بعدها زي ما هو، ثابتة في كله، احط اللي قبلها صفر واللي بعدها زي ما هو. طب اكبر رقم اكبر قيمة، هشوف الخانة اللي انا واقفة عندها زود لها واحد، لو اتنين اخليها تلاتة، تلاتة اخليها اربعة، وهكذا، واحطها ايه في اكبر قيمة. طب عايز اجيب نقطة المنتصف بعمل ايه؟ بشوف اول صفر بعد الرقم اللي انا واقفة عنده بخليه 5، اول صفر الرقم اللي انا واقفة عنده بخليه ايه؟ 5. ممكن نجيبها كده، وممكن يقول لي ايه؟ اه انا بحاول اقرب 10، يبقى محتاج ايه؟ الخمسة والعشرة، يبقى فيه هنا 5. طب لو أقرب 100 يبقى المفروض يبقى عندي هنا 50 أو 300 أيا كان. لو أقرب 1000 المفروض يبقى عندي هنا 500، دي نقطة المنتصف. أقرب 10 آلاف المفروض يبقى عندي إيه؟ 5 آلاف. أقرب 100 ألف المفروض يبقى عندي إيه؟ 50 ألف، وهكذا. أوكي؟ طب تعالوا نلحق في ال10 دقايق دول نحل شوية في الكتاب. صفحة 26 محلناهاش، اللي احنا نكتب محلناهاش ممكن تحلوها وتبعتوها عشان الوقت بس النهارده. يا مستر. أنا جبت الكتاب.
هنفتح صفحة ثانية واحدة، 26 هتكون يعني واجب ولا؟ حلوها مش واجب، حلوها وابعتوها، حلوها وابعتوها. وكده كده لما نخلص المنهج الصفحات اللي احنا ملحقناش نحلها نحلها تاني، هو يعني لو حليناها، صفحات اللي واجب حلها اللي حلها واحدة في الحصة يبعتها، اللي ما حلهاش او خدوها واجب، خليها مع الواجب عشان ما نسيبش حاجة. مس، نعم هو احنا هناخد واجبات على هناخد الترم واجبات، ده؟ بس احنا دلوقتي عايزين نحل، نتدرب على نقطة المنتصف. طب بصوا انا هحل لكم اول واحدة، اول واحدة وانتوا كملوا. هنا سهل، مسهل عليا، في اول سؤال مسهل عليا، جايب لي اكبر قيمة واصغر قيمة. طب انا عرفت، هو بيقول لي هنا ايه لأقرب 1000، يبقى هو حاطط لي هنا 6000 و7000. نقطة المنتصف هعمل ايه؟ اول صفر بعد مش الرقم هديه هتيجي 5. صفر، هتيجي من صفحة كام؟ دي صفحة ثانية واحدة 40، دي صفحة 40 تمام. فهو جبت نقطة تمام. المنتصف، هو بيقول لي ايه الأقرب 1000، لقيته يعمل هنا ايه 500، لقيتني جت هنا ايه 500. طيب وبعدين هقارن بقى الخمسة هنا قصادها ايه، قصادها 8، التمانية أكبر ولا الخمسة؟ التمانية. يبقى أحط 6840 فوق 6500، بقيت هنا أقرب للستة آلاف ولا السبعة آلاف؟ 7000. للسبعة آلاف. يبقى هنا إيه لأقرب 1000، 6840 لأقرب 1000، تبقى إيه 7000. طيب يلا يا حفصة رقم باقي، عايزة رقم أجيب ب نقطة المنتصف. قرب العدد العدد قرب سنس بالراحة بالراحة، ما تزعليش نفسك بالراحة. سنس نعم هي أول واحدة كام؟ أول واحدة تبقى الأقرب 7000، تقريبا 7000، التقريب بتاعها 7000، 47 و 230. ربعمية أقرب ما وسبعين ألف، 470,000، 230. ألي أقرب 100,000. هو هنا كاتب لك أكبر قيمة وأصغر قيمة، يبقى أنت هتحطي مكان أول صفر إيه؟ أحط مكان أول صفر إيه؟ استلف أكبر قيمة. أحط مكانه خمسة، أول صفر أحط مكانه خمسة صح؟ ماشي، 5. يبقى الأربعة قبلها خمسة، وكل اللي قبلها صفار، فاضل كام صفر؟ أربع صفار، حط أربع صفار وقارن بقى الخمسة دي بالرقم بتاعي اللي قصادها سبعة، مين أكبر؟ السبعة. سبعة. يبقى حط الرقم بتاعي فوق اللي هي 470,000، 230 أحطه فوق، يبقى هنا أقرب يا حفصة ل 500,000 ولا 400,000؟ 700,000. ل 500,000. طب يلا يا سيف رقم جيم يا سيف، نعم يا مس. بيقول لي قرب العدد 164,219 لأقرب عشرات كلوب. هنا محدد لك برضو أصغر قيمة وأكبر قيمة. المنتصف 165,000. ممتاز، هتبقى ايه؟ هي ما حصلتش للمنتصف، فهتبقى 160,000. ايوه برافو عليك، يبقى هتبقى تقريبا ايه 160,000. ممتاز يا سيد. يلا يا محمد نعم يا باشا. رقم 2 ألف، هنا بيقول لي أقرب لأقرب ألف، هنا عايزك أنت بقى تطلع أصغر قيمة أصغر أكبر قيمة قيمة ونقطة الأقرب ألف. فين الآلاف يا محمد؟ رقم إيه اللي في الآلاف؟ 2. 2. يبقى حط الاتنين واللي قبلها كله إيه يا محمد؟ اللي قبلها كله الأعداد اللي قبلها دي، الأرقام اللي قبلها حطها كلها إيه؟ 194. أحطهم مكانهم إيه؟ هشيلهم وأحط مكانهم صفار، يبقى أحط 3 صفار.
طب أكبر قيمة هزود على الاتنين دي ايه؟ هزود على الاثنين أكبر قيمة، هزود على الاثنين ايه؟ 2000 هزود عليها 1000، مش هو بيقول أقرب 1000؟ ال 2000 هزود عليها 1000، كام؟ الفكرة 1000 كام؟ إنس 2000 زائد 1000 كام؟ 2000 4000، ايه؟ 4000، لا 2000 و1000، 2 و1 كام يا محمد؟ 2000 و1000، 3000. 3000. يبقى أكبر رقم عندي 3000. طب عايزة أجيب القيمة لنقطة المنتصف يا محمد، هشيل أول صفر بعد الاتنين اللي أنا لسه مطلعاها دي وأحط مكانه إيه؟ 2 لا قلنا أول نقطة المنتصف دي بتبقى 5، يبقى هشيل أول صفر وأحط مكانه 5، واللي بعدها زي ما هو واللي قبلها صفر، تبقى 2500. يبقى نقطة المنتصف إيه؟ 2500. أجي أقارن نقطة المنتصف هنا فيها 5، اللي قصادها هنا على طول 1. نقطة المنتصف عندي هنا في المئات، المئات عندي 1، مين الأكبر؟ ثلاثة صوتك يا محمد. بيعلق يا مس، إيه؟ صوتك بيعلق. طب كده كويس. طيب تمام، ها مين أكبر، الواحد ولا الخمسة يا محمد؟ 5. الخمسة. يبقى الرقم بتاعي هحطه تحت نقطة المنتصف اللي هو 2194، يبقى هنا هيطلع لإيه؟ هينزل إيه ولا هيطلع ننزل 2000 ولا يطلع 3000 يا محمد؟ ينزل 2000 ولا يطلع 3000؟ هو أقرب له إيه؟ ينزل 2000 ولا يطلع 3000؟ ينزل السلمتين اللي إحنا كنا بنقول عليهم ولا يطلع 8 سلمات؟ ينزل 3000. 3000 محمد بس اللي بيجاوب، ينزل السلمتين يبقى هينزل للإيه؟ لل2000، ب 2194 تقريبا 2000. طيب يلا يا رودينا. رقم باقي يا رودينا، 2 باقي يا رودينا، بيقول لي قرب العدد 587 ده لأقرب 100 ألف. أول حاجة يا رودينا هشوف اللي خانت 100 ألف كام؟ اللي في خانة 100 ألف كام؟ رقم ايه اللي في خانة 100 ألف؟ هيا رضينا، رضينا لا اللي في خانة 100 ألف كام؟ رقم ايه اللي في 100 ألف يا رضينا؟ 5. خمسة. يبقى حطها زي ما هي واللي قبلها كله صفار. في حاجة بعد الخمسة؟ مفيش حاجة بعدها، اللي قبلها بس كام؟ 5 صفار، 5 أرقام، 5 صفار. يبقى حط 500 ألف. طب عايزة أجيب أكبر رقم هزود على 5 دي كام يا رودينا؟ واحد تبقى تكون إيه؟ ستة تبقى ستة 600 ألف. طب عايز اجيب نقطة منتصف يا رودينا، احط اول صفر ايه؟ اول صفر ده احط مكانه ايه؟ واحد ثمانية. لا انا بحط 5 عشان اجيب نقطة المنتصف، انا لسه محطتش الرقم بتاعي. يبقى احط 5 مكان اول صفر وايه، وكمل الاسكور زي ما هي. طب ارجع احط اقارن بين الخمسه اللي انا حطيتها وبين مكانها اللي قصادها ايه هنا، قصادها الثمانيه. الخمسه اكبر ولا الثمانيه؟ خمسة مين خمسمائة اكبر، الخمسه ولا الثمانيه؟ 5000 الخمسه اكبر ولا الثمانيه؟ 8. 8. يبقى 8 رقم بتاعك حط فوق هنا، يبقى اسهل وينزل تحت ولا يطلع فوق؟ ينزل ل 500 ألف ولا يطلع ل 600 ألف؟ يطلع على 600000. يطلع ل 600 ألف.
بدل 700 587 ألف لأقرب 100 ألف. هو الحيوانات إيه؟ هو 600 ألف. يلا يا كريم، آخر بعد سؤال يا إذنك أنا كريم، رقم جيم. قرب كانت الإجابة الإجابة 600 ألف، أقرب 600 ألف. طب ناس أول إجابة كانت أول رقم إجابة كام؟ كانت 2000. أول إجابة كانت 2000. طب يلا يا كريم عشان الحصة اللي بعدكم، عشان الناس هتلاقيها دخلت. قرب العدد ده 132 ألف لأقرب عشرات ألوف. فين عشرات الألوف يا كريم؟ رقم كام؟ شهادة الأروح رقم ثلاثة 3. يبقى حط الـ3 اللي قبلها صفار، في قبلها 4 صفار، واللي بعدها زي ما هو نزل 1، يبقى 130 ألف. طب عايزة أجيب أكبر حاجة، يبقى أقول إيه؟ أكبر حاجة 140. أيوة